صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 61 لسنه 2022 بتعيين مدراء في وزاره التنميه الاجتماعيه وذلك بناء على عرض وزير التنميه الاجتماعيه جاء فيه يعين في وزاره التنميه الاجتماعيه كل من السيدة هناء محمد ناصر إسماعيل مديرا لإدارة المراكز وتنمية الأسرة والطفولة. السيدة فاطمة عبد الرضا محمد الديلمي مديرا لإدارة التأهيل الاجتماعي. السيد فيصل علي محمد العجلان مديرا لإدارة الإرشاد الأسري. السيد أحمد علي أحمد عجاج مديرا لإدارة الموارد البشرية والمالية.